مساء الخير مشاهدينا الأعزاء في أول حلقة من برنامجنا الاقتصادي جمهوريتنا الجديدة. ضيفنا النهاردة مسؤول عن قطاع بيهم كل المواطنين المصريين في الشارع. ضيفنا الأستاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين. أهلا بحضرتك يا أستاذة مشادي. أهلا بحضرتك يا فندم. دلوقتي وزارة التموين وبالأخص قطاع التجارة الداخلية يعتبر خط الدفاع الأول عن المواطن المصري مقابل التجار. عايزين نعرف ده هو قطاع التجارة الداخلية، اختصاصاته ايه، ايه الجهات التابعة ليه؟ هو قطاع التجارة الداخلية واحد قطاعات وزارة التموين. وزارة التموين تعتبر القطاعين المهمين فيها قطاع رقابة وتوزيع وقطاع التجارة الداخلية. قطاع التجارة الداخلية زي ما حضرتك اشرتي هو خط الدفاع الاحمر للمواطن، بس هنقول برضه نضيفه برضه وخط الدفاع الاحمر للتاجر الشريف اللي هو يعتبر شريك معانا في السوق، لان احنا يعني في ظل هذه المرحلة او في ظل الظروف اللي احنا دايما بناخد معانا القطاع الخاص وقطاع عام شريك معانا. ونوه برضو ان المواطن المصري اي مواطن فهو شريك معنا برضو في جزء في الرقابة. القطاع بيقوم الاول بالرقابة على الاسواق وتوفير السلع الغذائية وتوفير وحماية المسلك، حماية المواطن من السلع المقلدة برضو، حماية المتاجر من العلامة التجارية اللي بتاعها، لحماية المستثمر المصري او حماية المستثمر الاجنبي، لان عشان اي مستثمر اجنبي ومستثمر مصري يخش في الصناعة او يخش في الاستثمار لازم يكون التجارة بتاعته امنة وما يكون عندوش اي مشاكل. فطبعا دي بيتم من خلال إدارة عندنا برضو اللي هو إدارة العلامات التجارية، عشان برضو المزادات اللي بتحصل والحاجات دي كارلة عندنا والخبر المسمينين وكلام ده لازم بياخدوا التصريح من عندنا والمزادات وكده بتؤمن من عندنا قطاع التجارة الداخلية. قطاع التجارة الداخلية برضو بيظبط الأسعار. عندنا نتكلم أولا عن الأسعار، هنخش من ثلاث محاور. أولا نمر واحد المحور الأولاني الإعلان عن الأسعار. أي واحد تاجر لازم يعرض سلعة فلازم يكون معلن عنها بسعر واضح في مرمى المستهلك، أو كمان لازم يبص أنه يعلن عنها تبقى للسعر المعلن في الفاتورة، ودي برضو لأن ما عندناش تسعيرة جبرية في ظروف الوقت دي اللي تبقى انتفاضة الجاد. فإحنا النهاردة عملنا قرار 330 لسنة 2017 انه بيحط السعر في الفاتوره من اول ما السلعه تطلع من المصنع او من المستورد، بيحط سعر البيع المستهلك في الفاتوره، ودي من هنا بيتم المراقبه عليها من خلال انه ما يبقاش بزيد ازيد من التسعيره اللي في الفاتوره، ودي بنكون ننظم فيها في السعر. البيع بازيد من التسعيره لو التاجر باع بسعر ازيد اللي هو موجود في الفاتوره، او البيع السعر اللي هو عن المعلن، ودي وظيفه المفتش اللي هو عندنا متدرب اللي بيشوف السعر في الفاتوره والسعر المعلن. اما دور بقى المستهلك او المواطن انه بيشوف السعر اللي هو على الموجود على العبوه او الموجود على المعلن على الرف ويشوف هو اتضرب على الكاشير بكام، لان بعض عند الناس الفاتوره او المكتوب عليها 15 جنيه مثلا يعني، او السلعه مكتوب عليها 15 جنيه ممكن يتضرب على الفاتوره ب 17 جنيه. يبقى دي صوره مين دي بقى؟ دور المواطن المصري. دي من ضمن الاسعار. في بعض السلع برضه عشان نوجه للساده المواطنين، بعض السلع لازم يكون الاسعار مكتوبه عليها، ودي طبعا احنا خدناها في القرار الاخير. دي سلعه التموينيه معروف الاسعار بتاعتها ايه. السجاير يمكن من ضمن التوجيهات القياده السياسيه ان كان في تلاعب في الاسعار في الفتره اللي فاصله، كان قعدنا مع شركات السجاير والنهارده تم وضع السعر بالنسبه للسجاير من 1.9، فالنهارده ما عادش في تلاعب. دي برده بالنسبه للتلاعب في الاسعار. نمره 2 هنراقب برده السلع الغير مطابقه للمواصفات. اي سلعه في مصر او اي سلعه معروضه بتبقى تبقى معروضه لطبقه المواصفه البلد اللي فيها. يعني على سبيل المثال لو الجبنه المعجون اللي نشتو عندنا في مصر 6 شهور ممكن تتصدر بره سنه، فاحنا نعرض المواصفه القياسيه الموجوده لمصر. في مصر المواصفه القياسيه دي بتنتج دراسات من ان تبقى تعمل في مواصفه قياسيه في الهيئه القوميه للمواصفات والجوده، ودي بتبقى لجان مشتركه فنيه ثم يتبعها لجان عامه ثم تتم المراجعه ويتم اعتمادها، ودي بيتم من خلال اساتذه الجامعه من خلال الوزارات المعنيه اذا كانت وزاره التموين اذا كانت وزاره الصحه اذا كانت وزاره الزراعه وبعض الجهات المعنيه بهذا الكلام كبرى الشركات ومصلحه الكيمياء والرقابه على الصادرات والواردات، بتصدر المواصفه طبقا للمواصفه اللي تصدر بها. واحنا عندنا عاوز اقول للمواطن برضو ويكون التاجر برضو عندنا ثلاث مواصفات هامين جدا. بيبقى في مواصفه عامه الخاصه بفترات الصلاحيه لكل السلع وده عام على الجميع، وفي مواصفه ثانيه 15-46 اللي هي خاصه بالبيانات السلعه
عشان المواطن برضو يعرف السلعة ازاي، ان السلعة لو مكتوب عليها اسم المستورد واسم المستورد واسم المورد وبلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه، اعرف ان دي سلعة مستوردة حقيقية واحنا بنتابعها بالافراجات الجمركية. اما لو كانت سلعة محلية فلازم يكون مكتوب عبارة صنع في مصر، ودي بنشوف الفواتير اللي هي مصدرة بها من خلال طرق العرض والتخزين. يعني على سبيل المثال ما يجيش واحد في موسم في الصيف او كده وما فيش شم نسيم ويعرض الرنجة قدام موتور التلاجة في جو درجة 40 درجة، لازم السلعة تبقى في درجة الحفظ والتداول. او بنشوف في الاكشاك اللي بيحصل مشاكل في الاطفال وكده، ان هم بيروحوا يجيبوا البتيات او بعض الحاجات المعروضة في الشمس وبتتأثر وتتأكسد ويرجع يقول لك في مشاكل، دي نتيجة العرض والتخزين. او واحد على سلع مع انفورة تعرض درجة 2 ل 5 درجة مئوية زي الجبن النبات الدهنة او التلاجة انفورة درجة، وهو حاططها في جو غير عادي، في طبعا دي كلها مطابقة لشروط التخزين. يبقى دي الطرق التخزين. عن الكلام يعني عن الموضوع ده، في الفترة الأخيرة في نشاط كبير جدا من قطاع التجارة الداخلية على السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي كل شويه نلاقي ضبط مش عارفه كام طن من الاسماك غير صالحه للاستهلاك الادمي، ضبط كام طن من الجبن من اللحمه من الفراخ. فكنا عايزين نعرف مين الجهات المشاركه مع قطاع التجاره الداخليه في عمليه الرقابه، وهل بتجي لكم بلاغات بالموضوع ده ولا انتوا بتنزلوا وتعملوا تفتيش؟ تمام. هو عندنا هقول لك الحملات بتنزل من خلال ثلاث محاور برضو. المحور الاولاني في حملات مفاجئه زي ما احنا بننزل مفاجئه في السوق تفتيش، وبيقابلنا بعض الاخطاء او بعض القضايا اللي بيتم ضبطها او نتيجه شكوى، والشكوى دي اما شكوى مكتوبه او شكوى تلفونيه او شكوى على التواصل الاجتماعي. يعني لسه اول امبارح كنت في الشرقيه في شكوى على التواصل الاجتماعي، ويمكن بسبب شكوى الشرقيه ديت رايحين في مكان معين لقينا المكان سليم وجبنا 16 طن رز وبقولات منتهيه الصلاحيه، او حد اتصل بالتليفون. ولازم المفتش اللي هو يعني بنقول عليه شاطر شويه بيكون عنده اجنده معلومات، بيتواصل مع التجار، بيبقى داخل في وسط الشغل يعني، فبيبقى عنده معلومات ان هو دخل سوبر ماركت معين شاف عنوان جديد لشركه معينه، باخد العنوان وبتتبع. لان انا مش مهم ان انا اجيب يعني مش مهم اقول ان انا اجيب الحاجه اللي في السوبر ماركت، دي حاجات بسيطه. يبقى انا بتتبع المصنع، ويمكن بعض الحاجات اللي جبنا نشوف من 10 اكياس او 15 كيس في السوبر ماركت بنروح نجيب اطنان لبتاع بعض الواحد. الناس زي ما جبنا مصنع الميه نتيجه اتصال تليفوني، حد قال ان في مصنع ميه في الحته الفلانيه في اللي هي تحركنا وفي وجبنا ضبطنا المصنع. مصنع الميه ده اثار لغط كبير جدا على السوشيال ميديا، والناس بقى عندها غضب. هل فعلا المصنع اللي تم ضبطه هو العلامه التجاريه ولا مصنع بيقلد؟ لا هو مصنع، بس طبعا هو كان واقف الترخيص بتاعه وما لهوش ترخيص وكان واقف النشاط، ويمكن احنا كنت مصور الالات متوقفه بقالها شهر ما اشتغلتش، علامات الصدأ باين عليها، وفعلا ظهر بالتحليل الحمد لله، لان خدت عينات الميه معايا عشان ما تتغيرش او يحصلش فيها اي تغيرات، وعرضت على النيابه في نفس اليوم، والرئيس النيابه بتوجه للشكر برضه اداني قرار ان انا اسلم العينات معايا في المعمل وتمشينا في التتبع. فعلا العينات اثبتت ان هي غير مطابقه للمواصفات وان هي ميه منحنفيه الحمد لله. فدي كلها حاجات اهم حاجه يعني بقول لك ان الواحد يتتبع العمليه صح، ويكون عنده المعلومه في اجنده ان هو كاتب في الحته الفنيه في الحته يعني النهارده انا بقول لك طلع المصنع ذكر اسمه ولا حد بيقلد؟ لا هو اللي ذكر اسمه ومصنع، بس قلت لك كان متوقف وكان بعلامته التجاريه وكل حاجه، بس تقريبا حد اجره واشتغل من الشغل اللي بيسموه يعني من الباطن، وكان بيعبي ميه من الحنفيه والكلام ده كله وتم ضبط. ويمكن برضو في الحالات دي بتبقى العقوبه ايه؟ يعني ايه العقوبه بتاعت الغش التجاري او ان انتوا تمسكوا حاجه مش صالحه؟ احنا لما بنيجي نمسك حاجه يمكن عندنا احكام كتيره جدا في مدينه نصر يعني اقول لك على حاجه، ده انا مامور ضبط قضائي او المفتش هو بيعمل محضر جمع استدلالات وبقدم للنيابه العامه، والنيابه العامه عليها تحط مواد الاحاله وبتنزله للمحكمه وتدي قرار بالنسبه للاحرار. انا في بعض يعني بعض الاحكام بتوصل لو حطك قانون 181 لسنه 2018 ممكن توصل فيها ملايين. في بعض الاحكام قانون غش التجاري 281 لسنه 94، وده بتوصل فيه العقوبه لخمس سنين وسبع سنين او ثلاث سنين و10,000 جنيه والمصادره. ولكن عاوز اقول في المجمل العقوبه بتبقى حبس وكفاله وغرامه ومصادره والنشر والغلق ان لم يكن لعدم وجود رخصه، او في تكرار تلك المخالفه مرتين متتاليتين لو عنده رخصه فبتلغى الرخصه ويتم غلق المكان. كده بيبقى الغرامه الاول ولا بص يا فندم، اول حاجه الحبس،
حبس وبعدين كفاله ممكن سنه ثلاثه حسب ما انا مش عاوز بس اخش في تفاصيل ان ترجع ليه. هل المخالفه خلي بالك مفتش الشاطر او مفتش مبعد لازم يكون دقيق مخالفه دي من العارض ممكن انت تاخد علبه بلوبيف مثلا من السوبر ماركت وطلعت غير صالحه للاستهلاك الادمي هل هي من العرض والتداول ولا من المكونات عشان تبقى على العارض ولا على المصنع نفسه عامل لها سيف وبروح اجيب التشغيله والكلام ده وتعمل تتبع فهنا بتقع العقوبه او ان هو حائز يعارض يباع بفاتوره وخدت فاتوره منه يا اما حائز وعارض وبائع وادى لها مستديمه او سبب المشكله للمواطن فدي هنا القاضي بيدي العقوبه قد تصل لسبع سنوات قد تصل لثلاث سنوات قد تصل لسنه حسب ماده الحاله اللي نازله يعني فيها الحبس الحبس طبعا في ناس بتتحبس وفي ناس بتتحبس وتدفع غرامه وفي ناس مثلا بتدفع غرامه بس ويتخفف حسب انا بقول لحضرتك هل هو كان حائز نتيجه اهمال فممكن كده يدفع غرامه وما تحبسش هو ترجع لرؤيه القاضي لان انا ما اقدرش اتكرر في القاضي ان النشاط لو هو قرر العقوبه مرتين بيتم الغلق ولو هو بدون ترخيص بنبعت جواب زي ما عملنا في مصنع الميه بعتنا جواب على طول ونزلت لجنه قفلت المصنع لو هو بدون ترخيص لان برضه في الحكم ده احنا ثلاث جهات بننفذ الحكم القضاء وله الشق القضائي الحرز او المضبوطات اللي تمت عليها نتيجه احنا بناخد قرارات من النيابه وتنفيذها وشق الغلق بيركه للوحده المحليه او الاداره المحليه التابعه